صباح الخير. أولا نشكر المركز ونشكر الدكتور عزمي بشارة على عقد هذا المؤتمر الهام والذي أوضح أسباب أهميته. ونبدأ بالجلسة الأولى المخصصة للتاريخ العثماني وكيف يقرأ عربيا. لدينا في هذه الجلسة ثلاثة متحدثين كلهم من أعلام الدراسات التركية أو العثمانية. الدكتور محمد نور الدين تركي أكثر منه عثماني، كلنا عثمانيون في صورة من الصور. يسعدنا أن أقدم بداية الدكتور وجيه كوثراني الذي سيتحدث حول إشكاليات التأريخ العربي للدولة العثمانية، مراجعة للمفاهيم والفرضيات. وأظن الدكتور وجيه ليس بحاجة إلى تقديم، فقد كتب على مدى السنوات 30 أو 35 الماضية الكثير من الدراسات حول التاريخ العربي الحديث في أواخر العهد العثماني، وكتاباته دائما لقيت اهتمام الباحثين. أود أن أشير إلى أننا لكل متكلم سيكون هنالك 20 دقيقة، ثم بعد انتهاء الأوراق ستكون هنالك نقاش. ومع أن الأوراق مهمة جدا إلا أن الكافي بريك أيضا مهمة أيضا. تفضل دكتور وجيه. صباح الخير. الموضوع الذي طلب مني موضوع طويل وشائق، لا سيما أنه عنوان العرب والدولة العثمانية، فنظرا لطول البحث وصعوبته اخترت إشكاليات ومفاهيم من التأريخ العربي للدولة العثمانية، واستعنت بالطبع بتجربتي كباحث في هذا التاريخ على امتداد عقود من الزمن. لفترات من القرن العشرين ولا سيما في المرحلة التي تلت نهاية السلطنة العثمانية وشهدت حركات الاستقلال الوطني في الخمسينيات وحتى الستينيات السبعينيات، سادت نظرتان للتأريخ العثماني بين المؤرخين العرب: نظرة قومية عربية للتاريخ العثماني ترى في الدولة العثمانية استعمارا تركيا، وهذا المصطلح كثيرا ما نشاهده ونقرأه في كتب التاريخ التي صدرت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات حتى السبعينيات، ولا تزال يعني ظلال هذه النظرة سائدة حتى اليوم، إذ نقرأ في الصحف وبعض الكتابات السريعة المتسرعة الاستعمار التركي والنير التركي إلى آخره. النظرة الثانية التي سادت أيضا في التاريخ العربي للدولة العثمانية نظرة إسلامية ترى في الدولة العثمانية دولة خلافة إسلامية، دولة الخلافة، وهذا تعبير أيضا نشاهده في الصحافة ونشاهده أيضا في الكتب المتسرعة. ترى في الدولة العثمانية دولة شرعية، دولة خلافة إسلامية أنهاها الاستعمار، وترى في الصراع العثماني الغربي صراعا صليبيا، جهاد من جهة وصليبية من جهة أخرى. بدءا من سبعينيات القرن العشرين بدأت تظهر بواكير نظرة جديدة لهذا التاريخ لدى المؤرخين العرب ولدى المؤرخين الأتراك، لأنه ليس العرب وحدهم هم الذين ظلموا أو حرفوا التاريخ العثماني، إنما أيضا المؤرخون الأتراك، خاصة بعد اللجنة التي أسسها أتاتورك لإعادة كتابة التاريخ العثماني، فأيضا حرف التاريخ العثماني على يد المؤرخين الأتراك الكماليين. المهم بدءا من السبعينيات
بدأت تبرز كتابات جديدة تنظر للتاريخ العثماني نظرة أكثر موضوعية وأكثر علمية من قبل المؤرخين الأتراك أولا. يعني يجب أن ننصف المؤرخين الأتراك خاصة الأوائل منهم، أذكر منهم عمر لطفي، ديفيس يوغلو اللي يشتغل على التاريخ الاقتصادي العثماني، ثم أيضا خليل إينالشيك الذي أيضا يشتغل على التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي العثماني. بدءا من السبعينيات أيضا بدأ جيل من المؤرخين العرب أيضا يعيدون النظر بالتاريخ العثماني انطلاقا من أداتين معرفيتين. الأداة المعرفية الأولى هي الوثائق، وخاصة ما شجع على العودة إلى الوثائق وإعادة قراءتها يسر الاطلاع على الوثائق العثمانية بدءا من السبعينيات والثمانينيات في اسطنبول، واكتشاف مصدر وثائقي مهم جدا لإعادة النظر في التاريخ الاجتماعي في المرحلة العثمانية هي سجلات المحاكم الشرعية، وفي اسطنبول سجلات الطابو، يعني مسح الأراضي وكيفية جباية الضرائب. لكن العودة إلى الوثائق وحدها لا تكفي، أداة معرفية أخرى بدأت تتبلور في الستينيات والسبعينيات عالميا، وهو الاستعانة بمفاهيم أنتروبولوجية ومفاهيم إثنولوجية ومفاهيم ألسنية. والمدرسة البنيوية اللي سادت في أوروبا وخاصة في فرنسا في الستينات والسبعينات دفعت العديد من المثقفين العرب والباحثين العرب إلى أن يستخدموا أدوات معرفية مفاهيمية كونسيبتوال جديدة في قراءة هذه الوثائق. وربما كنت أنا من هذا الجيل الذي اشتغل على التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ولكن في إطار وضع هذا التاريخ العربي في إطار أعم وأشمل هو التاريخ الإسلامي والتاريخ العثماني على وجه أكثر تحديدا. أختصر في هذه الورقة بتركيزي على عدد من المفاهيم التي توصلت لها أو التي استعنت بها لإعادة قراءة التاريخ العثماني. من هذه المفاهيم ذكرت في الورقة، وسعت في هذه الورقة، ذكرت عدد كبير من المفاهيم، لكني في هذا الملخص أختزل هذه المفاهيم في ثلاث. المفهوم الأول هو مفهوم الدولة السلطانية. ماذا تعني، ماذا يعني هذا المفهوم، صوت الدولة السلطانية في التاريخ الإسلامي عموما وفي التاريخ العثماني بصورة أخص؟ هذا المفهوم استخدمته على الشكل التالي، لم أقتبس هذا المفهوم من ماكس فيبر. ماكس فيبر استخدم هذا المفهوم التاسلطانيك كما فعل المؤرخ عبد الله العروي بكتابه مفهوم الدولة. أنا استخدمت هذا المصطلح انطلاقا من العودة إلى ثلاثة مراجع مفاتيح ساعدتني على فهم طبيعة السلطة في الدولة العثمانية، يعني إلى جانب طبعا الوثائق والمراجع. المرجع الأول لفهم طبيعة الدولة العثمانية كسلطة هو أبو الحسن الماوردي الذي شرعا السلطان المستولي أو إمارة الاستيلاء. والماوردي معروف أنه عاصر جزء من العصر البويهي وجزء أيضا من العصر السلجوقي، فشرعنته للدولة السلجوقية كدولة مستولية كإمارة مستولية كإمارة متغلبة، شرعنته لهذه الإمارة
هو مفتاح أساسي لفهم طبيعة السلطة العثمانية كدولة شرعنا لها الفقه السياسي الإسلامي. ليس صدفة أن ينتسب أبو الحسن الماوردي إلى الدولة السلجوقية ويكون منظرها الفقهي. ليه؟ لأن الدولة السلجوقية قدمت نفسها إمارة تحمي الخلافة وليست خلافة، تحمي الخلافة وتقوم ببعض مهمات الخلافة، وأهم مهمة من مهمات الخلافة بتعبير أبو الحسن الماوردي حماية بيضة الإسلام، أي حماية دار الإسلام. لا نتوسع في هذه النقطة، لكن نقطة كتير مهمة العودة إلى الماوردي لفهم شرعنة السلطنة المستجدة في التاريخ الإسلامي مع البوهيين ومع السلاجقة. المرجع الثاني كتير مهم وتنبه له فقط المستشرقون الألمان، هو مرجع نظام الملك وكتابه بالفارسية، هلأ ترجم إلى العربية، ترجمه زميل في الجامعة اللبنانية، سياسة نامي. نظام الملك معروف أنه فارسي، ولكنه كان وزيرا لدولة السلاجقة التركية، وكتابه سياسة نامي هو نوع من تطبيق عملي إلى حد ما دستوري وإداري لنظرية الماوردي. فيعتبر نظام الملك مؤسس، يعني بالمعنى المؤسسي للكلمة، يعني منظر مؤسسي للدولة السلجوقية. وهذا الكتاب، كتاب سياسة نامي، بشكل أنا برأيي مرجع كتير مهم لفهم طبيعة السلطنات في التاريخ الإسلامي، إذا ما ندرس هيكليتها، إدارتها، علاقتها بالمجتمع إلى آخره، قوانينها. كمان لن أتوسع في هذه النقطة. المرجع الثالث كتير مهم أيضا لفهم طبيعة الدولة العثمانية هو ابن خلدون. وابن خلدون هو نتاج وليس معجزي. ابن خلدون جمع معارف عصره ونظر لها، وأهم ما جاء به ابن خلدون في رأيي ولفهم طبيعة الدولة العثمانية هو شغلتين، نظريتين: دولة المركز وولاية الأطراف. وهذه تعابير لابن خلدون، دولة المركز وولاية الأطراف. وفي حركة جدلية بين ولاية الأطراف وبين المركز، يعني قد تتحول ولاية الطرف التابعة للمركز إلى دولة خارجة أو دولة دعاة، إلى يعني دولة مركز.